بالنسبة لليمن المملكة استجابت لطلب من الحكومة الشرعية وتدخلت في اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2216 لحماية الشرعية من الانقلاب الذي حدث من قبل الحوثي وصالح. لا ننسى أن اليمن أن المملكة ودول الخليج أتوا بالمبادرة الخليجية التي سعت أن تخرج اليمن من الأزمة التي كانت فيها. تم تشكيل حكومة انتقالية برئاسة الرئيس منصور عبد الرب هادي. تم البت فيما يسمى بالحوار الوطني اليمني من كل الجهات المختلفة في اليمن الذي وضع رؤية لمستقبل اليمن. تم تشكيل لجنة لوضع دستور يمني يتم عرضه على الشعب اليمني للموافقة عليه ومن ثم إجراء انتخابات من أجل حكومة دائمة في اليمن. وهذه كلها كانت تحركات إيجابية جدا، ولكن تحرك الحوثيين من صعدة واحتلوا عمران، ومن عمران احتلوا صنعاء وسيطروا على الحكومة اليمنية الشرعية وقاموا بالانقلاب اللي قاموا به، ثم نزحوا للجنوب لتعز وعدن وحاولوا القضاء على الرئيس الشرعي. فتدخل المملكة جاء نتيجة طلب حكومة شرعية في اليمن ولمنع مجموعة انقلابية راديكالية والية لإيران وحزب الله من السيطرة على اليمن، يكون بحوزتها طيران جوي حربي ويكون بحوزتها صواريخ باليستية وتشكل خطر على المملكة وعلى دول المنطقة.